صباحكم خير وبركة مشاهدينا، أهلا بكم في حلقة مباشرة من صباح الشروق، محطات وفقرات حافلة، نتمنى أن تنال رضاكم واستحسانكم. صباح دائما نكرر نجدد فيه ولائنا وانتمائنا لوطننا السودان، وندعو عبر صباحاتنا الندية للتسامح وإعلاء راية الوطن والابتعاد عن المصالح الضيقة والنظر لقضايا الوطن الكبيرة. بالأمس مشاهدينا كان هو اليوم العالمي للرجل، بصرف النظر عن خصوصية هذا اليوم أحيي صباحاً آبائنا وأخواننا وزملائنا الذين يطاولون ساعات النهار ويسامرون ساعات الليل من أجل الكسب الحلال واللقمة الهنية. إذن أهلاً وسهلاً بكم وأهلاً وسهلاً بهذا الوطن السودان. دعونا جميعاً نبدأ في عملية البناء بعيداً عن حنمنيه، نبدأ في عملية البناء مباشرة بنمنيه. أهلاً وسهلاً أنا السوداني. يا بلادي
جبل عايشة وهي تحتضني. رغصت تلك الرياض له وتسقط غصون اللدن وتغنى هزارها فرحا كعشوق حدا به الشجن. وتغنى هزارها فرحا كعشوق حدا به الشجن. حفل الشيب والشباب معا وفي تقديسه الغنين. حفل الشيب والشباب معا وفي تقديسه الغنين. نحن للروح للسودان فداء. فلتدن أنت أيها الوطن